القضية الثانية التي سنطرحها في برنامج من هنا نبدأ أو نتابعها كنا قد طرحناها سابقا، وهي من محافظة جرش تحديدا من بلدة سوف، وفيما يتعلق بإغلاق مركز صحي البرج والمنصورة. تقريبا منذ أكثر من 6 أشهر تم إغلاق هذا المركز ولم يتم استحداث مركز بديل له. أهالي منطقة البرج والمنصورة في بلدة سوف يطالبوا إما بإعادة افتتاح المركز السابق أو بإعادة إنشاء أو باستحداث مركز صحي بديل لهم نظرا لصعوبة تلقي الخدمة والرعاية الصحية. للوقوف على تفاصيل هذا الملف بشكل كامل نرحب بمراسل رؤية في محافظة جرش الآن صهيب المومني. أهلا بك صهيب. صهيب دعنا نعود وإياك إلى جذر المشكلة وضعنا بالتفاصيل بشكل كامل. نعم خلاص، يعني نتواجد الآن أمام مبنى المركز الصحي الذي كان مستأجر والذي تم إنهاء عقد استئجاره وإفراغه قبل نحو عام تقريبا من الآن. يعني هذه المشكلة التي لا زال يعاني منها نحو ما يقارب 5000 نسمة هنا في منطقة البرج والمنصورة عام على هذه المشكلة، وفقدان للرعاية الصحية أيضا بحسب ما أكد الأهالي بدلا من تطويرها. يعني كانت هناك أصوات قد تعالت من هذا المكان ومن هذه المنطقة للمطالبة بإعادة فتح هذا المركز الصحي الذي يخدم أبناء المنطقة ويخدم ذوي الاحتياجات الخاصة وأيضا المرضى أصحاب الأمراض المزمنة في هذا المكان. للإطلاع أكثر على الموضوع ستنضم إلينا أحد سيدات هذه البلدة وأيضا هي مجاورة لهذا المركز الصحي. بداية الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية، أهلا وسهلا فيكم. عرفينا بنفسك؟ خولة عتوم. احكي لنا اليوم عن المشكلة، قديش عمرها وإيش المعاناة اللي صارت عندكم من إغلاق المركز؟ الله يسعد مساكم جميعا. أنا خولة عتوم من سكان هاي المنطقة ومديرة مدرسة. إحنا منذ أن أغلق المركز الصحي وقعنا في كثير من المشاكل. مثلا المنطقة يوجد فيها 3 مدارس ذكور وإناث تخدم 80 معلم 500 طالب. الآن عند حدوث أي حالة طارئة في المنطقة نحتاج إلى 6 كيلومتر للوصول إلى أقرب مركز صحي أو الانتظار سيارات الإسعاف. كان هذا المركز الصحي يخدم المنطقة، بالإضافة أنه كان هناك يخدم الأمراض المزمنة والفحوصات الروتينية مثل فحص السكري وفحص الضغط اليومي، لكن الآن فقد أهل المنطقة وأصحاب الأمراض المزمنة هاي الخدمة. بالإضافة أنه هناك كنا نأمل أنه يصبح المركز الصحي يتوسع ويصبح فيه عيادة أسنان، عيادة اللي هي مختبرات الطفولة أمومة وطفولة، تنظيم أسرة، علما بأن الكادر الصحي له موجود والممرضين، لكن تم توزيعهم إلى المراكز الصحية المجاورة. الآن يوجد ناس عندهم بيوت لتأجير المركز الصحي أو بيع أراضي أو التبرع حتى بقطعة أرض لبناء المركز الصحي. الآن إحنا نطالب بتوسعة المركز الصحي وإعادة نشاطه وعمله من جديد، وشكرا لكم. شكرا. نعم. يعني نعم كانت هذه إخلاص أحد سيدات القرية، والآن سينضم إلينا مختار هذه المنطقة ليطلعنا أكثر على مطالب يعني عامة الناس هنا. بداية تفضل، يعطيك العافية، تعرفنا بنفسك مختار. الله يعافيك، أنا الدكتور كمال حميدان بني مصطفى، مختار عشيرة بني مصطفى. كل الشكر والاحترام لقناة رؤية الإخبارية التي تسعى على حل ومشاكل وقضايا المواطنين. أخي العزيز، مركز صحي البرج أغلق من أكثر تقريبا من سنة وأسبوع، ومن ذلك الوقت ونحن نراجع المسؤولين من صحة جرش ومن وزارة المالية ومن الكوادر المسؤولة في محافظة جرش عن هذا الموضوع، ولكن هي عبارة عن كتب وكلام ليس له على الواقع شيء أبدا. هذا المركز الصحي يخدم أكثر من 5000 نسمة لمنطقة البرج والمنصورة، ومنذ إغلاق هذا المركز الصحي أصبح عبء كبير على المركز الصحي الموجود في سوف والذي يبعد عن هذه المنطقة حوالي 6 كيلو. الآن المركز الصحي أثناء وجوده في هذه المنطقة كان يخدم شريحة كبيرة جدا، وخصوصا المرضى وكبار السن الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة مثل مرض السكري وأمراض أخرى، بالإضافة إلى مثل ما حكت الدكتورة أنه يوجد هنا 3 مدارس، وهذه المدارس قد يحدث هناك مشاكل صحية مفاجئة ولا نجد أي طبيب أو أي كادر صحي موجود بهذه المنطقة. الآن هذا المركز الصحي احنا نتأمل من كل مسؤول في هذه الحكومة المختصين بوزارة المالية ووزارة الصحة ومحافظة جرش المسؤولين عن هذا الموضوع المبادرة بافتتاح هذا المركز، مع العلم انه تم عرض اكثر من بيت
لدى المحافظة ولدى الصحة بخصوص هذا المركز لاستجار واحد منهم، ولكن لغاية هذا الوقت ومنذ عام هي عبارة عن كلام وكتب موافقات حسب تواصلي مع أنا مع مدير صحة جرش وتواصلي مع المسؤولين في محافظة جرش، وتواصلت مع معالي الأمين العام لوزارة المالية، الكل حكى لي موافقة وكتب، تم رفع كتب يعني بخلال هذه المدة لو في هناك إنجاز صحيح لخدمة المواطنين لكان مركز صحي أكبر من اللي إحنا نتوقعه. بدنا نحكي اليوم عن الوضع المادي للناس اللي عم تقطن هاي المنطقة، إضافة إلى ذلك بدنا نحكي عن فقدان الخدمة بالشكل الرئيسي، يعني كان في أدوية بحسب ما ذكرتوا لي تصرف وما إلى ذلك. الوضع المادي هو لا شك يعني الكل بيعرف اللي هو الوضع المادي، يعيش المواطن الأردني يعني أوضاع مادية سيئة جدا. هنا في قرية أكثر الموجودين في هذه المنطقة يتقاضون رواتب من المعونة الوطنية، وهناك شريحة كبيرة من كبار السن يعانون كثيرا بحيث أن في معظمهم لا يجد أجرة مواصلات للذهاب إلى المركز الصحي الذي يبعد 6 كيلو عن هذه المنطقة. إحنا الآن نناشد كل مسؤول بأخذ عين الاعتبار بتوجيهات جلالة الملك التي كل يوم نسمعها على شاشات التلفزيون أنه يوصي بتوسيع وتطوير المنظومة الصحية، ولكن للأسف يؤخذ كلام سيدنا أبو الحسين حفظه الله بجوانب أخرى وكتب ومماطلات أخرى. المماطلة موجودة من المسؤولين كثير، يعني أنا تواصلت قبل العيد مع المسؤولين في وزارة المالية، تواصلت قبل العيد أو قبل رمضان مع المسؤولين في صحة جرش مع محافظة جرش، الكل أبدأ وأعطاني وكله مثبت عندي في على ورق، أنا كل موضوع بسجله على ورق. مختار هذه المنطقة شكرا جزيلا لك، إن شاء الله أنها تكون رسالتك وصلت. نعم يعني إخلاص المعاناة لا زالت مستمرة عام على إغلاق هذا المركز الصحي، نقص في الخدمات الصحية المقدمة، وأيضا هناك عدم مقدرة على وصول المراكز الصحية المجاورة التي يعني تبعد من هنا نحو ما يقارب 5 كيلومترات تقريبا. نعم صهيب، ابقى معي صهيب لننقل هذه الرسالة وهذه الشكاوى لعضو مجلس محافظة جرش السيد رائد العتوم. أهلا بك سيد رائد معنا في برنامج من هنا نبدأ. سمعنا رواية المواطن بما يتعلق بمركز صحي البرج والمنصورة، نريد أن نسمع رواية المسؤول أيضا بما يتعلق بهذا المركز، ولماذا إلى الآن لا توجد حلول بالأفق؟ يسعد مساك سيد أخلاص. طبعا تعليقا، رئيس مجلس محافظة جرش وليس عضو مجلس محافظة جرش، نعم، ولحسن الحظ أني أحد سكان هذه البلدة الذي تحدثتم عنها، يعني أنا الممثل لهذه البلدة فيما يتعلق بمجلس المحافظة. نعم نعتذر على الخطأ بالمسمى. لا يهم ستي. نعم. أيوة طبعا مجالس المحافظات أحدثت ثورة تنموية على مستوى محافظات المملكة جميعا بما أخص بالخدمات المباشرة، الخدمات التنموية التي تعود بالنفع على المواطن بشكل مباشر، والصحة هي الأساس في هذه الخدمات. إذا في مجال الصوت ترى بيرجع علي. إذا نعم يبدو أن هناك مشكلة سنحاول معالجتها من قبل الجاليري. تفضل. أيوة. سيد رائد. سيدتي لسه لحد الآن، لكن ما في مشكلة. سيدتي طبعا مجلس المحافظة أولى اهتمامه بما يتعلق بالمركز الصحي منطقة البرج، وهي فعلا منطقة بحاجة من أطراف المحافظة، وعدد سكانها لا يفوق 5,000، يعني سمعت بالتقرير أنه 5,000 هي تفوق 8,000 بما يتعلق بالمنصورة ومنطقة البرج. ولكن مجلس المحافظة بعد إخلاء المركز أو إلغاء أو إغلاق المركز الصحي الموجود بالبرج بسبب البناء المتهالك، قام برصد مبلغ 60,000 دينار لشراء قطعة أرض لهذا المركز ليتم إنشاؤه من جديد، وتم الإعاز لمديرية الصحة أو التواصل مع وزارة الصحة لتفعيل هذه المخصصات وشراء قطعة أرض لإنشاء مركز صحي جديد تعود ملكيته لوزارة الصحة لخدمة المواطنين في تلك المنطقة. نعم، هذه العملية كم تحتاج من وقت سيد رائد؟ والله سيدتي احنا نتعامل بعطاءات او باجراءات حكومية. احنا تم رصد المبلغ على موازنة 2024 60,000 دينار
لشراء قطعة الأرض تجهيزها، ما بعدها يتم دراسة المشروع وتجهيز دراسات للبناء، وبعد يتم إنشاء المركز الصحي. تقريبا مدة تقريبية يعني أتوقع 2026 يكون جاهز. نعم، إذا نأخذ منك سيد رائد العتوم رئيس مجلس محافظة جرش وعد بأنه سيتم حل هذه المشكلة خلال عامين تقريبا. إن شاء الله تعالى أنا أتحدث بإجراءات على أرض الواقع. نعم. أتحدث عن واقع حال، هنالك مخصصات موجودة في وزارة الصحة وبممثلة مديرية صحة جرش مبلغ 60,000 دينار لشراء قطعة أرض في منطقة البرج والمنصورة، وأناشد أهلنا في مدينة سوف منطقة البرج والمنصورة من يمتلك قطعة أرض مناسبة لإقامة مركز صحي مراجعة مديرية الصحة للقيام بإجراءات الاستملاك. نعم، وصلت الصورة، شكرا جزيلا السيد رائد العتوم رئيس مجلس محافظة جرش، والشكر موصول لمراسل رؤيا في محافظة جرش صهيب المومني. ننتقل إلى قضية أخرى ومن جنوب المملكة، وساهم برنامج من هنا نبدأ بحل هذه القضية، وهي مشكلة مدرسة طلحة بن عبيد الله الأساسية والتي تابعناها على مدار الأسابيع الماضية، وكانت عالقة ما بين الإجراءات بين جهات رسمية عدة، ما بين التربية وما بين البلدية ونقابة المهندسين، مما أدى إلى حرمان عدد كبير من الطلبة من بيئة تعليمية سليمة. إذن للخوض في تفاصيل حل هذه المشكلة ينضم إلينا مراسل رؤيا في محافظة الطفيلة عبد المهدي العواجين. أهلا بك عبد المهدي. إذن نبارك لأهل الحسا أولا باستئناف الدراسة في المدرسة الجديدة، والتفاصيل لديك بشكل وافي عبد المهدي. نعم إخلاص، مساء الخير لك ولجميع السادة المشاهدين. يعني حقيقة مدرسة طلحة بن عبيد الله الأساسية فتحنا موضوعها في بلدة الحسا الواقعة شمال محافظة الطفيلة منذ شهر 9 من العام الماضي، وتابعنا إجراءات كيف أن طلبة يدرسون في مدرسة مستأجرة ذات بناء متهالك، هناك تقارير فنية متعلقة في بناء المستأجر لتحدث عن تهالك البناء وضرورة إخلاء المبنى، بالإضافة إلى وجود بناء مدرسة، لكن كان هناك بعض الإشكاليات المتعلقة بالأمور الإدارية ما بين الجهات المعنية في إيصال خدمات المياه والكهرباء إلى هذه المدرسة والبناء الجديد الذي نتحدث عنه. استمرت هذه المتابعة طوال الأشهر الماضية إلى أنه بداية شهر رمضان المبارك انتقل الطلبة إلى المدرسة الجديدة بعد إيصال خدمات المياه والكهرباء إلى مدرستهم، و تستمر الآن العملية التعليمية في المدرسة في بيئة تعليمية آمنة وسليمة محققة كافة المرافق المدرسية المطلوبة للطلبة، وخاصة أننا نتحدث عن طلبة من المرحلة الأساسية وأطفال وصغار في السن. سأنتقل مباشرة إلى السيدة محمد أحد أهالي الطلبة ولأمر طلبة يدرسون في المدرسة. أولا نبارك لكم افتتاح المدرسة الجديدة وهذه المدرسة. تحدثنا اليوم شو اللي انتم شفتوه او شو الفرق اللي مستوه بين المدرسة القديمة والمدرسة الجديدة؟ والله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اول شيء احنا نشكر وزارة التربية والتعليم، نشكر مدير تربية وتعليم الطفيل على الانجاز هذا، والحمد لله الطلاب مرتاحين جدا بالساحات والنظافة والمدرسة، ما شاء الله مدرسة ممتازة جدا، ولكن ننقصها بعض الشغلات البسيطة. يعني نرجو ان كمان يكملون للمعلمات، لان المعلمات بحاجه، والمعلمات ادرى بمشروع الطلبه الودهنيه، يعني المطالبه الودهنيه، والله نشكرهم جزيل الشكر، ونشكر رئيس بلديه الحسا على اهتمامه في هذه المدرسه، ونشكر المركزيه على هذا الانجاز، وجزاهم الله خير كل من ساهم وفتح هذه المدرسه، ونشكر الجميع، ونشكر بالذات رئيس بلديه الحسا على افتتاح الشارع هذا لهم كون للطلاب المدارس، وجزاكم الله كل خير. يعني سنوات طويلة وأنتم بتطالبوا في هذه المدرسة، اليوم يعني تحقق ولو جزء، نتحدث بحاجة إلى تطوير وبحاجة إلى بعض النواقص المتعلقة كما تحدث. يعني اليوم هذه السنوات اللي مرت كيف كانت استجابة أو مطالباتكم وحاجة المنطقة للوجود مثل هذه المدرسة؟ والله الحمد لله المطالبات احنا كنا نطالب، ولكن في كان تعقيد بين المدرسة والتربية وبين البلدية وبين الترخيصات، ولكن الحمد لله الأمور مشيت، ونشكرهم جزاهم الله خير.
نعم عبد المهدي، يعني الامور ان شاء الله طيبه ومن جيد. يعني وكما اريد اتحدث ان بلديه الحساء ايضا تقوم بعمل بنيه تحتيه لما حول المدرسه من طرق نعم. الواصله الى هذه المدرسه من اجل تسهيل وصول الطلبه اليها واستمرار العمليه نعم. التعليميه جميل بشكل جميل امن جدا. وسليم في بلده الحساء. نعم اشكرك عبد المهدي العوجين مراسل رؤيا في محافظه الطفيله. ننتقل الى السيد سالم لرفوع مدير تربيه الطفيله. اهلا بك سيد سالم معنا. إذا يعني أولا شكرا جزيلا على الجهود التي قمتم ببذلها لحل مشكلة طلحة بن عبيد الله الأساسية. ضعنا يعني بتفاصيل الحلول التي قمتم باتباعها لحل المشكلة بشكل جذري. مساء الخير أختي الكريمة، مساء الوطن الجميل. بتوجيهات من معالي وزير التربية والتعليم تم متابعة العمل بمدرسة طلحة بن عبيد الله الأساسي. كان هنالك تضافر للجهود من قبل عضو اللا مركزية الأخت حمد الحجاية ورئيس بلدية الحسا وشركة الكهرباء وشركة المياه، وأيضا شكر لعطوفة محافظة الطفيلة أيضا كمان حتى تضافرت هذه الجهود. ونحن كما تعلمين المبنى جاهز، لكن لن نرضى أن نفتح أي مبنى إلا أن يكون بجاهزية تامة لطلابنا، حيث تم تأثيث المبنى في عطلة ما بين الفصلين وإعداد التشكيلات اللازمة. ومجرد أن تم إيصال التيار الكهربائي والمياه إلى هذه المدرسة تم ترحيل الطلاب مباشرة خلال 24 ساعة كما وعدنا، وتم تنفيذ الوعد. والحمد لله أن طلابنا مبسوطين. وطبيعي يعني أنه المبنى المملوك لوزارة التربية والتعليم يختلف تماما يعني عن المباني المستأجرة، لأنه هذا مهيأ من قبل تصاميم وزارة التربية والتعليم. وكما تعلمين أنه أحيانا نحتاج إلى المباني المستأجرة من أجل وجود ازدحام أو اكتظاظ الطلبة، وما هي إلا بيوت أو شقق سكنية يتم استخدامها يعني. نعم وهي كحلول مؤقتة تقوم بها. وهي حلول مؤقتة. نعم. والحمد لله المدرسة كما تعلمين هذه المدرسة يعني حتى عدد الطلبة الموجود فيها يعني لا يتجاوز 45 طالب وطالبة، وهذا دلالة على اهتمام وحرص وزارة التربية والتعليم أن يتوفر الجو المناسب والملائم لطلبتنا. نعم أشكرك مرة أخرى سيد سالم الرفوع مدير تربية الطفيلة. وننتقل مباشرة إلى سيد حمد الحجاية عضو مجلس محافظة الطفيلة. أهلا بك معنا في برنامج من هنا نبدأ. ومرة أخرى شكرا جزيلا على هذا الجهد وعلى القيام بإيجاد حل جذري لمشكلة مدرسة طلحة بن عباد الله الأساسية. يعني يعني نتحدث عن الجهود التي قمتم بها بالتعاون مع مديرية تربية الطفيلة، بشكل عام التحديات التي واجهتكم إلى أن تم حل المشكلة. يسعد مساك يا ستي، وكل عام وانتم بخير والوطن بخير، ويسعد مساء المشاهدين. قصة مدرسة طلحة بن عبيد الله يعني أرقتنا وماراثون نحن وإياكم ومدير التربية وأهالي المنطقة، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه. الحمد لله طلابنا داموا في المدرسة بتاريخ 10/3، وهذا الدوام جاء بعد فترة طويلة من الانتظار ومن الجهود المباركة اللي بذلها الجميع، من رئيس البلدية لزملائنا في لا مركزية لا مديرية التربية والتعليم. والشكر الموصول الكبير إلى عطوفة محافظة الطفيلة ولعطوفة متصرف الحسا اللي كان لهم جهود واضحة وكبيرة في الوصول إلى هذه الحلول التي وصلنا إليها. والحمد لله أن طلابنا الآن في مدرسة بيئة تربوية سليمة صحية، طلابنا فرحين، زرناهم في المدرسة يعني الفرح على وجوههم. يعني أي طالب يعني وأي أسرة أيضاً. نعم والأهالي أيضا يعني في فرح وفي شكر لكل الجهات من الأهالي لما وصلنا إليه والنتيجة التي وصلنا إليها، وشكر خاص لكم قناة رؤية اللي تابعتوا معنا القضية من البداية. بالعكس هذا واجبنا سيدة حمدة. أشكرك جزيل الشكر السيدة حمدة الحجاية عضو مجلس محافظة الطفيلة، كنت معنا شكرا جزيلا.